السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا، طبعا هذه الحصة أتمنى أن تكون مفيدة، وكتعلقنا طبعا في امتحان موحد محلي للقسم السادس ابتدائي. إذا نبدأ وضعية الانطلاق. شاهدت برنامجا دينيا خلال شهر رمضان على قناة السادسة، تحدث فيها المرشد الديني عن الصيام وحكم صلاة التراويح وأجرها في هذا الشهر الفضيل، كما تحدث عن جهود الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة، وتطرق أيضا لقصة امرأة عمران وقصة آسيا زوج فرعون، وكذلك قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم استمعت إلى تلاوة سورتي الملك والمرسلات. اكتب من قوله تعالى في سورة الملك: فاعترفوا بذنبهم إلى وإليه النشور. نعم. ثم اكتب من قوله تعالى في سورة المرسلات: والمرسلات عرفا إلى وما أدراك ما يوم الفصل. نعم. ثم ننتقل إلى الأسئلة. ما هي القاعدة التجويدية التي تقرأ بها الكلمتان بذنبهم السماء؟ من خلال ما سمعته في البرنامج وما درسته أتمم ما يلي: أكمل موضوع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأملأ الفراغ بما يناسب. نعم. هنا السؤال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سن نزل عليه الملك بالوحي، فبدأ بدعوة أقرب الناس إلى الإسلام، وقد كان أول من آمن به من النساء، نعم، بنت خويلد. من تكون بنت ويلد؟ نعم. إذا نتميم هنا عدنا: أكمل قصة آسيا زوج فرعون بوضع كل كلمة في مكانها المناسب. آسيا، اليم، فرعون، التابوت. بعد أن وضعت أم موسى مولودها خافت عليه من بطشي، نعم، وضعته في وألقت به في، نعم، فحمله النهر إلى بيت فرعون حيث وقعت عينه عليه فأحبته وآوته. جيم: أكمل قصة امرأة عمران وأملأ الفراغ بما يناسب. لم تقنط امرأة عمران من رحمة الله عز وجل، فقد رزقت مولودتان اختارت لها اسم ماذا؟ من؟ القيم التي تحلت بها امرأة فرعون طبعا هي، إذن قيمتان مهمتان طبعا تحلت بها امرأة عمران. ما حكم صلاة التراويح في رمضان؟ تصلى صلاة التراويح طبعا، كيفية؟ ما هي سنة صلاة التراويح سنة، لكن تصلى صلاة التراويح كيف تصلى؟ ما هو الصيام وما هي شروطه؟ شنو هو الصوم؟ شنو هو شروطه؟ نعم. ما هو الصيام وما هي شروطه؟ هنا أتحدث عن القيم التي تحلى بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو ينصح أباه بترك عبادة ماذا؟ الأصنام، بترك عبادة الأصنام. نعم. بعد ما تجاوبوا قارن إجاباتكم مع الإجابات سأمدكم بها. إذا هنا عندنا: أكتب من قوله تعالى في سورة الملك: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من هو؟ نعم. ألا يعلم من هو؟ هو اللطيف، وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم. ثم: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا إلى طبعا إلى وما أدراك ما يوم الفصل. نعم. أي مكتوب عندنا في الكتاب طبعا التربية الإسلامية. ثم بعدها أعود إلى طبعا نغير الصورة. نعم. إذا هنا قالوا لنا بذنبهم، الإقلاب هنا
قاعدة جودة هي الإقلاب، يعني بذنبه، إذا كان النون طبعا تبدل ميما خفيفة بذنبهم، إقلاب. السماء، هذا مد، مد طويل، مد مشبع. نعم، ثم نمشيو دابا من خلال ما سمعته في البرنامج وما درسناه. نعم، أكمل موضوع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأملأ الفراغ بما يناسب. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الأربعين نزل عليه الملك بالوحي، نزل عليه الملك بالوحي، فبدأ جبريل يدعو أقرب الناس إلى الإسلام كيف سرا. إذا كانت دعوة سرية، وقد كان أول من آمن به من النساء زوجه خديجة بنت خويلد. خديجة. أكمل قصة آسيا زوج فرعون بوضع كل كلمة في مكانها المناسب. نعم، صغروا الصورة. إذا بعد أن وضعت أم موسى مولودها خافت عليه من بطش فرعون، من بطش فرعون، وضعته في التابوت وألقت به في اليم، فحمله النهر إلى بيت فرعون حيث وقعت عين آسيا عليه فأحبته وآوته. إذا بالنسبة لقصة امرأة عمران، لم تقنط امرأة عمران من رحمة الله، فقد رزقت مولودة أنثى أو بنتا، اختارت لها اسم مريم. إذا فالقيم التي تحلت بها امرأة عمران هي الرضا بقضاء الله والتفاؤل، الرضا والتفاؤل. ما حكم صلاة التراويح في رمضان؟ طبعا فهي سنة، وتصلى صلاة التراويح جماعة. ما هو الصيام؟ ما هي شروطه؟ الصيام طبعا شرعا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وشروطه أن تكون إسلام، مسلم، العقل، البلوغ، الإقامة، الصحة، طبعا النقاء من دم الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. أتحدث عن القيم التي تحلى بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو ينصح أباه آزر بترك عبادة الأصنام. نصح سيدنا، أولا القيم، النصيحة لسيدنا، نصح سيدنا إبراهيم لأبيه مع احترامه ومحاورته، أي بأدب، احترام وتحاور معه بأدب. نعم، إذا نكون قد أن